بكم من القاهرة والناس. نشرة إخبارية جديدة إليكم أبرز عناوينها. الرئيس يجب اتخاذ مواقف دولية صارمة ضد الإرهاب. إسماعيل للمحافظين، الجلوس على المكاتب ممنوع. الجرحي يعلن خفض الدولار الجمركي. والشرقاوي مكسوف من حجم صادراتنا لإفريقيا. وإليكم تفاصيل النشرة. يجب اتخاذ مواقف دولية صارمة لوقف تمويل الإرهاب. هذا ما شدد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مع جان إيف لوداريان وزير الدفاع الفرنسي، مؤكدا على ضرورة بذل المجتمع الدولي مزيدا من الجهود للتصدي للتنظيمات الإرهابية وقطع إمداداتها بالأموال والسلاح والمقاتلين. فيما أكد جان إيف لوداريان أن بلاده ستواصل دعم دور مصر المحورية بالمنطقة وسعيها للتوصل إلى حلول سياسية للأزمات القائمة، ذلك باعتبارها ركيزة أساسية للأمن والاستقرار. وخلال اللقاء منح الرئيس وسام الجمهورية من الطبقة الأولى للوزير الفرنسي تقديرا لجهوده ومساهمته في تحقيق طفرة غير مسبوقة على صعيد التعاون العسكري بين البلدين. هذا ويواصل وزير الخارجية سامح شكري لقاءاته المكثفة في واشنطن قبيل زيارة الرئيس السيسي المرتقبة للولايات المتحدة. كان شكري قد التقى بمستشار الأمن القومي الأمريكي الجديد هربرت ماكماستر، حيث تناول اللقاء الجهود التي تقوم بها مصر في مجال مكافحة الإرهاب والرؤية المصرية حيال تطورات الوضع في ليبيا وسوريا والعراق واليمن وسبل تحقيق السلام العادل في الشرق الأوسط ودفع مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. استمرارا لجهود تسوية الأوضاع في ليبيا، التقى رئيس أركان حرب قواتنا المسلحة الفريق محمود حجازي بوفد من أعضاء المؤتمر الوطني العام المنتخبين عام 2012 برئاسة سعاد محمد سلطان، حيث تم استعراض نتائج الاجتماعات التي استضافتها مصر خلال الفترة الماضية. وأعرب أعضاء الوفد عن تقديرهم للجهود المصرية والآليات المقترحة للخروج من الأزمة الليبية وفقا لمخرجات الاتفاق السياسي وما سبق الاتفاق عليه بلقاءات القاهرة. الجلوس على المكاتب ممنوع. فقد وجه رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل خلال اجتماعه مع المحافظين بعدم الاعتماد على متابعة المشروعات من المكاتب، وطالبهم بالتنسيق مع الوزراء ورؤساء الهيئات لإزالة أي معوقات تعثر لتنفيذ المشروعات. كما كلف رئيس الوزراء المحافظين بإعطاء أولوية قصوى لتوفير السلع الأساسية وبكميات كافية وزيادة أعداد منافذ التوزيع خاصة في المناطق الأكثر احتياجا، مع اتخاذ كل ما يلزم في مراقبة حركة الأسواق والأسعار. كما كلف بالعمل بقوة في منع التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ونهر النيل. خفض سعر الدولار الجمركي. فقد أعلن وزير المالية عمرو الجرحي عن تخفيض سعر الدولار الجمركي بداية من الأربعاء، قائلا لرويترز أنه سيتم العمل بهذا السعر من أول مارس حتى 15 من نفس الشهر تماشيا مع أسعار صرف العملة في البنوك. والدولار الجمركي هو ما يدفعه المستورد من رسوم بالعملة المحلية بما يوازي الرسوم الدولارية المفروضة عليه نظير الإفراج عن البضاعة المستوردة والمحتجزة في الجمارك. رقم مخجل. فقد قال الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العامة إن حجم صادرات مصر من الأدوية لإفريقيا ضئيل جدا، رافضا الإفصاح عن قيمة الصادرات بسبب ضعفها، مكتفيا بقوله أنها لا تساوي ثمن استيراد سيارة من الخارج بالدولار، مشيرا إلى أن الوزارة أعدت استراتيجية وخطة لاستعادة ريادة منتجات شركات قطاع الأعمال في مصر وخارجها خاصة في إفريقيا. إلى هنا انتهت نشرتنا، ألقاكم في نشرات أخرى بإذن الله.